بداية لدي رسائل قصيرة سوف أختصر فيها، وننطلق من كلام صاحب السمو حفظه الله عندما تحدث للحكومة الحالية بعد أدائها القسم أمام سموه، عندما وضع خارطة أو وضع تعتبر رؤية للكويت وهي الإصلاح والتطوير. فوجب على الحكومة أن تتبنى هذه الرؤية وتكون هي رؤية بناء دولة الكويت الحديثة في الأيام القادمة من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط التي تكون واضحة الأهداف، أهداف محددة مقننة واضحة بجدول زمني واضح لدى الجميع. لذلك وجب على الحكومة أن تكون هذه الرؤية هي بناء الكويت، كويت المستقبل، ووجب على مجلس الأمة القادم أن يتعاون مع الحكومة بإقرار القوانين التي تتوافق مع إنجاح هذه الرؤية وإلقاء القوانين التي تتعارض مع هذه الرؤية. ولا يغفل في هذا الوقت أن هناك أمور ملحة ضرورية يجب أن تستثنى من هذه الخارطة، وهي قلاء المعيشة بالنسبة للمواطنين والقرض الحسن بالنسبة للأخوة المتقاعدين وسلم الرواتب للأخوة الموظفين. الرسالة الثانية موجهة لصاحب السمو، الرسالة الثانية الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح، وهي بأنه بعد أن ترأس الحكومة أشادت دول العالم به، وأيضا الشعب أشاد به، وهي الإشادة التي تستحق رد التحية من سموه. لذلك يجب على سموه أن يراعي المواطن وأن يستعجل بقرار الزيادات بالنسبة لغلاء المعيشة وزيادة القرض الحسن بالنسبة للمتقاعدين، وكذلك سلم الرواتب الذي أثقل عاتق الموظفين في الأيام. لذلك نتمنى التوفيق لسموه في الأيام القادمة، وأيضا نتمنى من إخواننا الذين سيحالفهم الحظ إن شاء الله في يوم 4/4 ويصبحون ممثلين للأمة بأن يبتعدوا عن الخلافات، وأن يكون التعاون هي الصفة السائدة لبناء دولة الكويت الحديثة ومستقبل أجيالها، وعدم الصراعات التي تؤخر البلد كثيرا. شكرا ويعطيكم العافية.